حنبنيه قلبي نحلم به يوماتي، حلم كان وما زال يراود مخيلة محمد أحمد. ورغم النكبات وتنكب الطريق، تظل مشروعية الحلم قائمة وجذوتها متقدة. صراع السلطة أخذ في التصاعد، وما بين الشرعية والمشروعية الكل يبحث عن موطئ قدم، والكل أيضا يحارب نفسه. مؤشرات عديدة تؤكد أن المشهد السياسي بالبلاد مقبل على تغيرات عميقة وجذرية، ومن المرجح أن يعجل بها إجراءات الاعتقال التي تمت اليوم. الأفق السياسي بات أكثر ضيقاً الآن، ومياه كثيرة تجري تحت جسر القوى السياسية المختلفة. وهكذا حال أضحى المشهد السياسي مفتوح الخيارات تجاه المواجهة والتصعيد، والقوى السياسية تسعى عبر وثيقتها الجديدة إلى نقاط التقاء وإن بدت باهتة. متغيرات غير مستقرة حتى الآن تشهدها الأزمة السياسية، مرتبطة بتوازنات أطراف المعادلة وموقف الشارع والقوى السياسية من مبادرة فولكر لكسر حالة الجمود السياسي التي تخلقت جراء تمترس كل جهة، حتى كاد معها نزوع روح الوطن بعد أن زهقت أرواح شبابه العزل في الشوارع والطرقات. وما بين الشد والجذب تبقى خيارات انزلاق البلاد نحو الهاوية مفتوحة. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من دائرة الحدث، والتي نخصصها للحديث تحت هذا العنوان: مستقبل البلاد السياسي، خيارات المرحلة. دعوني أرحب بضيوفي داخل الأستوديو. على يميني أرحب بالدكتور صالح محمود، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. مرحبا بك. وسهلا ياسين. مرحبا بك. ورحب على يساري بعلي عسكري، رئيس حزب التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، وأحييك وأحيي مشاهدينك. مرحبا بك. كما أرحب أيضا بدكتورة مريم الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة القومي. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بك أستاذ ياسين. مرحبا بك. ومرحبا بكل مشاهداتك والمشاهدين. ولعل ما تفضلت به مدخل جيد بشكل كيف ممكن بإرادة مختلفة وإرادة جادة نتحدث عن مستقبل البلاد السياسي. مرحبا بك. دعوني أبدأ مع الأستاذ علي عسكري، رئيس حزب التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية. بداية يا أستاذ، كيف تنظرون لمستقبل البلاد السياسي في ظل هذه الأوضاع وبعد حملة الاعتقالات التي جرت مؤخرا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بطبيعتي شخص متفائل، والسودان يمر بمرحلة صعبة، ما فيش حد مختلف على هذه الحقيقة. كل الشعوب التي مرت بأنظمة ديكتاتورية غمعية طويلة، نحن يعني بقينا تحت نظام باطش لمدة 3 عقود. والحقيقة أنا بفتكر من 56 حتى الانتخابات والديمقراطيات التي مرت لم تكن بالحجم المطلوب حتى من الديمقراطية. ولذلك أعتقد أنه من 56 نحن ظلنا نعيش في أوضاع ما هيش يعني تمثل أحلامنا. وأعتقد أن هذه الثورة أتاحت فرصة جديدة لإعادة ترتيب أوضاعنا. لذلك أنا متفائل، وأنا بطبعي إنسان متفائل، وأعتقد أن هذه أزمة ستعبر وستمضي، وستخرج بلادنا أكثر قوة وأكثر وحدة من هذه. أستاذ علي عسكري، يعني هذا التفاؤل، نريد أن نعرف ما هي النقاط التي بني عليها. أنا أحدثك الآن عن حملة اعتقالات تمت الآن في البلاد، وأيضا الأوضاع تظل في اختلاف ما بين القوى السياسية المختلفة. ما هي يعني الأشياء التي تدعو للتفاؤل حتى نتفائل معك أيضا؟ تفاؤل. أولا، من الخطأ أن نخلط اعتقالات سياسية بقضايا جنائية. هؤلاء الأشخاص الذين تم اعتقالهم هنالك تهم في مواجهتهم. ولكي لا نسحب بعيدا، أنا كنت عضو في لجنة التفكيك، وأعلم أن هنالك مخالفات وقعت في هذه اللجنة، ولذلك الآن هنالك تهم. لذلك ليس هنالك اعتقالات سياسية، هنالك فرق بين اعتقال سياسي وبين اعتقال بتهم جنائية محددة. أنت كنت في هذه اللجنة، ما هي المخالفات التي وقعت؟ كثيرة، وأنا قلتها قبل ذلك، وسيطول الحديث. نعم. وسأخرج هذه الحلقة. مثل ماذا أستاذ؟ في الأصول التي أحالوها لوزارة المالية ولم تستلمها وزارة المالية، وتم تخصيصها وتوزيعها. وأنت كنت عضوا حينها؟
أنا خرجت من اللجنة بسبب هذه الممارسات، خرجت منها باكرا وأشرت إلى هذه المخالفات. نعم. بعضها أعلمه وأنا مستعد أن أدلي بشهادتي في المحكمة إذا طلبوا مني ذلك. يعني. طيب سأعودوا لك. لا نعم. دقيقة، أنت يجب أن لا تخلط الاعتقالات الجنائية تجاه تهم محددة بأن هنالك اعتقالات سياسية. يجب أن لا نخلط بين هذين الأمرين. نحن لا نخلط بينهم. أنت ذكرت بأنك متفائل وأنا سألتك على هذه النقطة وقراءتك أيضا للمشهد السياسي. سأعود إليك أستاذ علي عسكري. دكتورة مريم الصادق المهدي، بداية كيف تنظرون لمستقبل البلاد السياسي بعد الاعتقالات التي جرت مؤخرا؟ أول أبدأ بتحية ضيفيك معي هنا في الاستوديو. إخوة عندي معهم معرفة سابقة ونضال وطني. جماعتنا ظروف لعمل من أجل السودان ومن أجل تحرره من نظام باطش. نعم. قام بمحاولة إعادة صياغة الإنسان السوداني وتغيير خريطة السودان ومفاهيمه عبر مشروع للأسف بدأ يظهر الآن من جديد بمختلف التبديات. وبعد التحية لهم معك زملائي هنا في الاستوديو، أيضا أحيي كل الشهداء العشرات بعد الانقلاب ومن قبلهم المئات ومن قبلهم الآلاف ومئات الآلاف. نعم. الذين ارتفعوا وهم يعملون من أجل السودان ويرسمون خطوط السودان الذي تحدثت عنه ونريد أن نبنيه. والدعوات لكل الجرحى أن لهم بالشفاء العاجل، وخص ابني مهيد فيصل الذي تعلمت منه معاني في الأمل ومعاني في التفاؤل الحقيقي. نعم. والنظر للمستقبل بمعرفة. هذا الشباب الذي حبان الله به، شبابنا السوداني، بناته وأولاد محمد أحمد وفاطمة يا أستاذ ياسين، هم الآن بيعلمون في مختلف المجالات. وأخجل أمامهم أتحدث بمعاني اضطر فيها اتحدث عن اشياء واضحه لهم جدا، اننا نتكلم كانما هي محل التغبيش. وايضا احيي كل المفقودين والمعتقلين الذين ادعو لهم بعاجل الارتداد، اخرهم اخي وزميلي الذي اعتز به كثيرا معالي الباشمهندس خالد عمر يوسف المعروف بخالد سيليك. واقول معلوم انه ساعات الفجر الاشد، ساعات الليل الأشد حلقة هي ما قبل الفجر. وضاقت فلما استحكمت حلقاتها فريت. حقيقة ما يجري الآن صحيح يدعو للتشاؤم، ولكن ما يدعو للتفاؤل بصورة قوية. نعم. هو هذا الوعي الكبير الشعبي، هذا الصمود الوعي، هذا الوحدة. مهما تفرقنا في مختلف المسميات، نحن الآن نتحدث عن مطالب واحدة، هي تتحدث عن السودان الديمقراطي المدني الذي يعمل من أجل السلام. نعم. الذي يعمل من أجل السيادة. الذي يعمل لأن يكون مشارك مع المجتمع الدولي بندية وبمعرفة لما يريد. الذي يعمل على وضع اقتصادي يعلم موارده فيه، يعلم قدراته ويعلم قدرته بما لديه من موارد وما لديه من مكاسب. بالتالي لعل أفضل ما في الانقلاب أفضل ما في الإنقلاب بيّن بوضوح إنه قوة هذا الصمود، لأن إحنا نريد. نعم. عمل، نريد وطن ديمقراطي مدني. وفي هذا الأمر أيضا بيّن إنه نحتاج لصورة بصورة عاجلة لتكريس معنى المواطنة. العساكر هم مواطنين سودانيون، لهم الاحترام ولهم التجلة ولهم التقدير، ولكن مكانهم ليس الحكم، لا علاقة لهم بالحكم. علاقتهم أن يحموا هذا الوطن كما عملوا في الفشقة، وأن يستعيدوا عديد من أراضينا في مختلف أنحاء البلاد، وعملهم أن يحفظوا سيادة الدستور الذي كانوا جزء من صياغته وصناعته بصورة غير مسبوقة في الوثيقة الدستورية الموؤودة. وبالتالي كيف كنحن كقوة مدنية أيضا ننتظم المهنيين مننا يعملوا في نقاباتهم، المجتمع المدني يعمل في مجاله في طرح الخيارات والدراسات وغيرها، والأحزاب السياسية تحفظ سيادتها. لذلك ما أقول ما تم اليوم في دار المؤتمر السوداني هو اعتقال. لماذا هو اعتقال؟ بالرغم أني لم أكن هناك ولم أعلم بالحيثيات، لكن أقول هو اعتقال بصورة أساسية، لأنه الدعاوى
التي تحدثوا عنها فيما يخص التمكين وغيره من القضايا التي رفعت علينا ضد الجيش وغيرها هي كانت المبررات بموجبة حاولوا التبرير لعمل حكم عسكري. ما لم تحصل هناك توافق حول الشرعية لا يستطيع أحد مننا أن يمد إصبعه على الآخر مؤشرا بأنه خرج جنائيا، لأنه ذات القضايا الهم الآن من الأول اتقلوا عديد من السياسيين بهذه التهم التي أطلقها السيد البرهان وهو يعلن بيانه الأول كتهم سياسية جنائية، الآن بتحول من سياسية لمحاولة أن تكون جنائية، هي بتتم في ظل غياب الشرعية، بالتالي لا أحد فوق القانون. طيب أستاذ ياسين، سأعود إليك دكتور مريم، يعني بس أكفي صوتك فرصتك. معليش نعم. هذه الجملة، لا أحد فوق القانون. ولجنة التمكين لجنة قامت بقانون هو وقعه السيد البرهان نفسه، بالتالي قابلة للمراجعة. أي مراجعة عليها تتم في إطار الشرعية، تتم في إطار الشرعية وليس في غياب الشرعية، وليس في إطار فيه أصلا اتهام لهم في إطار سياسي. ذات التهم التي ألقوا عليها الآن بهؤلاء القادة السياسيين المهمين هي يمكن أن تلقى بصورة أقوى على قادة الانقلاب للخسائر الكبيرة التي تكبد السودان بموجب هذا الانقلاب بعد 107 يوم الآن من تاريخ البلاد، بلا داعي بلا جدوى ممكن أن تقدم فيهم تهم جنائية بحق. نعم، سأعود إليك دكتورة مريم الصادق. سأنتقل إلى دكتور صالح محمود، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. بداية، كيف تنظرون يعني للبلاد بعد حملة الاعتقالات التي جرت مؤخرا؟ أريد أيضا أن أسألك أن رئيس بعثة اليونيتامس قدم مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية، كيف تقيمون هذه الأزمة وهل ستنهي الصراع السياسي المحتدم خصوصا بعد ما حدث من اعتقالات؟ طيب، شكرا جزيلا أستاذ ياسين. مرحبا بك، وأنا سعيد أنه أكون في رفقة الدكتورة مريم. نعم. أستاذ علي عسكوري. وعنوان البرنامج عنوان مهم اللي هو مستقبل السودان. نحن نتكلم في وضع شهد فيه بلادنا بعد الاستغلال 1956 إلى اليوم، الشعب السوداني لم ينعم بالديمقراطية أو بالحريات وبالحقوق الواردة في المواثيق الدولية. نحن في القرن 21 لسه بنتكلم عن قانون طوارئ، نتكلم عن سلطات مطلقة لأجهزة، بنتكلم عن الدور القضاء وغياب سيادة حكم القانون، إفلات من العقوبة، بنتكلم في ظروف شهدت فيه البلد كوارث ليست طبيعية. أول مرة في بلدنا بنتكلم أنه حصلت جرائم الإبادة الجماعية اللي راحت ضحيتها في دارفور أكثر من 600,000 شخص. والحرب تسبب في النزوح أكثر من 5 مليون شخص من مناطقهم، بيعيشوا منذ 2003 إلى اليوم في معسكرات النزوح واللجوء. 2001 هي في الحقيقة 2001، لكن أعلن في 2003. وما ننسى الكوارث في جبال النوبة بنفس الطريقة، وقبلها في الجنوب اللي كان سبب في للانفصال. ده الوضع في بلدنا. بنتكلم عن وضع الآن في انهيار اقتصادي بالكامل، وعلي عسكوري ممكن يعني يفتي في الموضوع ده لأنه واضح جدا إنه السياسات المالية وصلت لمرحلة إنه مش نتكلم عن ضائقة معيشية، نتكلم عن كارثة، نتكلم عن مجاعة جاية في السودان رغم موارد البلد وغيره، لكن الوضع مزعج ومقلق. طيب، حتى لا يمتد الحديث دكتور صالح، طبعا ضيق الزمن كويس يعني بنتكلم بس عشان مبادرة فولكر. نعم، ايوه، بنتكلم عن انقلاب عسكري الان يعتبر انقلاب عسكري صريح. نعم، بعد استغالة الدكتور
حمدوك. فولكر بيقدم مبادرة ونحن لاقيناه في البداية، كنا افتكرنا انه دي مبادرة، لكن قال عملية سياسية، قال دي ما مبادرة دي مشاورات سياسية. نعم. طلب مقترحات للخروج من الأزمة. نحن من وجهة نظرنا انه بعد السرد اللي انا قدمته بالمآسي وبالوضع الماسل انه هناك طريقان، طريق الحل الجذري نعم للأزمة السياسية السودانية وطريق الحلول الجزئية المؤقتة اللي في نهاية الأمر بتمشي في النهاية لإنتاج أزمة جديدة. ده اللي سموه الحلقة الشريرة. فولكر بيطرح بطريقة ما مبادرة، لأنه بيقول حل الأزمة تكمن في العودة للوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية أو الوضع إلى ما قبل 25. وهل يمكن العودة إلى الوثيقة الدستورية دكتور سعيد؟ هذا مستحيل. قبل 25 أكتوبر نعم، اللي بيعني بالضرورة العودة إلى الشراكة مع العساكر أو مع المكون العسكري، وهذا مرفوض من الشارع. بيدعو فولكر أيضا إلى إجراء انتخابات مبكرة بغرض الخروج من الأزمة. نحن اعتبرنا أنه ده هروب إلى الأمام. نعم. لا يمكن إجراء انتخابات في ظل هذه الظروف الراهنة الآن. إذا هناك حوالي أكثر من 6-7 مليون شخص ما قادرين يعني يعودوا لمناطقهم عشان نرسم لهم الدوائر الجغرافية، ما في إحصاء سكاني، في قانون طوارئ، في حروب، في جيوش نعم موجودة، يعني حوالي أكثر من 12 يعني حركة مسلحة وجيوش نظامية وغير نظامية، ديل حيشاركوا في الانتخابات بسبب نصوص اتفاقية جوبا اللي بخلي انه هذه القوات تكون تحت السلطة القادة، قادة الحركات لمدة 40 شهر، وبالتالي سيشاركوا في الانتخابات. ما ننسى برضو انه الوضع مزعج جدا في مناطق عديدة في دارفور، انه حصل دخول اجانب الى مناطق عديدة في كل مناطق الإقليم خاصة نعم غرب دارفور ووسط دارفور، وديل حيتاح لهم فرصة إنه يشاركوا في انتخابات، وده فيه انتهاك للسيادة الوطنية. أنا أعتقد إنه هل نستطيع أن نقول يعني دكتور صالح حتى نلخص لضيق الزمن، يعني هنالك فرص جدا نوزعها، يعني جدا بما استشهدت به من دلائل، هل يمكن أن نقول بأن مبادرة فولكر التي تقدم بها لا يمكن أن تكون الحل للأزمة الآن في السودان؟ لا يمكن بوجهة نظري. هذا يمكن هذا ما أريده منك دكتور صالح. أيوة. لا يمكن أن تكون أبدا حل. دعني أنتقل إلى علي عسكوري رئيس حزب التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية. بداية، يعني ما رأيكم في المبادرة التي تقدم بها فولكر لإيصال الأطراف إلى أزمة تنهي حالة الصراع السياسي المحتدم؟ ثم أريد أن أسألك عن اللاءات الثلاث التي يرفعها الشارع: لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية. الكثيرون يرون أنها يعني عدمية ولا تقود إلى حلول، كيف تنظرون إلى ذلك؟ نعم، أنا أعتقد أنه في إشكالية، الإشكالية في القوى السياسية. يعني نحن حاولنا مع إخوتنا في المجلس المركزي مرات عديدة من قبل تحرك الجيش وبعده، إنه يا أخواننا في مشكلة في البلد، لا تصدى ونخلانا نقعد ونشوف نعم المشكلة. رفضوا وإلى اليوم ما زالوا يرفضون، وطبعا ما دارين نخش في النعوت الكثير اللي أطلقوها علينا وغيره وهكذا، ويقعدوا ويشتموا يعني فلول وما إلى ذلك، الكلام كثير يعني ما في داعي لاستحضاره يعني. ولذلك كان من رأينا نحن في مجموعة التوافق الوطني إنه نحن أفضل كسودانيين نجلس. ما هي الوثيقة الدستورية وغير من كل حاجات، ما هي دي مع قرآن دي عملناها نحن السودانيين، نقعد نعمل واحدة تانية. الإشكال شنو يعني؟ كويس؟
ليه انا برى انه في ناس بيفضلوا خاصه الناس المجلس المركزي بيفضلوا انه يمشوا للخواجه ابو عيون خضر ده اكثر مما يقعدوا مع السودانيين مباشره. ما هي المشكله يعني في مشكله في 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 بعض القوى السياسيه انها تفضل انه يجي اجنبي عشان يتوسط، مع انه الناس بنقول يا جماعه لكن السبب في ذلك استاذ عسكري هو عدم الثقه. يعني ما خلاص نقعد نشوف عدم الثقه ذاته جاي من وين؟ ما نقعد اي زول يخط ورقه على الترابيزه، كلنا كسودانيين نقعد نشوف الاشكال شنو ونصل ده نحن في مجموعه التوافق الوطني حل كنا بنراه الحل الامثل انه البلد دي من 56 الناس ما قاعدوا عشان يشوفوا الاشكالات بتاعتها وحلها كيف ونظام الحكم فيها يكون كيف. نعم نحن في التحالف عندنا طرح محدد لنظام الحكم، لكن انا هنا ما جاي اتحدث عن تنظيمي. طيب ما رايك في المبادره؟ المبادره انا اعتقد انه هذه المبادره زي ما تفضل الدكتور ما بتمشي لقدام. مهما دفع المجلس المركزي بكل ما اوتي على انه لانه فولكر نفسه بقى اصبح يتدخل في قضايا تمس السياده الوطنيه. وده غير مقبول لاي مواطن. نعم. عنده ذره لحميه لسياده البلد ما بيقبل الكلام اللي في الفوكر ده. وطلعت مظاهرات ضده. وانا افتكر القصه دي نحن كسودانيين حقه نتفق فيها. انه في قضايا بتخصنا نحن نتصارع نحن ما مشكله طبيعه المجتمعات كده بكون اصلا اي ما في مجتمع ما في صراع. لكن خلينا الاجانب ديل ولا هو ذاته حتى في المانديت بتاعه والتفويض بتاعه ما عنده حق يتدخل في قضيه زي دي. دي حاجه تخص الشعب السوداني جيش على قوى سياسيه على مجتمع مدني دي قضيه تخصنا نحن السودانيين الافضل ده كان خيارنا. الافضل انه نحن نقعد كسودانيين نحل مشاكلنا. لكن الناس المجلس المركزي والمجموعة الدعمة مشوا لفولكر وطلع. وأنا أعلم تمام العلم إنه هذه المبادرة ولما طرحت ما كان عنده حاجة زي ما تفضل الأستاذ صالح، هو كان لاود سبيكر أو يعني سماعة بتاعة المجلس المركزي. وأنا حقيقة انصدم واستغرب عندما أسمع إنه ناس فرحانين إنه الكونغرس قال وفولكر قال وما عارف وأعلنوا إنه حيمشوا السفارات وما وكلام كثير معروف. يعني القصة دي ما في صالحنا كلنا. طيب ما في أجنبي بيحل لك مشكلتك ولا بيخدم لك وطنك. الأفضل نحن ذا حلنا الأساسي إنه نقعد نحن كسودانيين نحل مشاكلنا برانا. طيب سأعود الكلام دقيقة يعني أنت أعطيت فرصة للآخرين أكثر مني. نعم لا ليس ال- 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 إذا ما إذا ده ما تم هو يكون فاسيليتيتا ما عندناش نحن جبنا بالمبادره دي على اساس انه هو مسهل. نعم مسهل للحوار بيننا كسودانيين. نحن برضه بنفضل انه الاتحاد الافريقي افضل نحن قضايانا توسط فيها لافارقه نحن عضو في الوحده في الاتحاد الافريقي افضل انه يتوسطوا لنا الافارقه. نحن جلسنا مع المبعوث الاتحاد الافريقي المجلس المركزي رفض انه يجلس معاهم بفضلوا الأمم المتحدة. لماذا؟ والله يا أخي ده سؤال تسألوا اليوم هم. أنتم لا تعلمون. نحن لا نعلم لماذا هم يفضلون الخواجة جاي من ألمانيا ويرفضوا الرجل الذي أتى من أديس أبابا. نحن لا نعلم وده أمر يصير الاستغراب والدهشة في آن في آن واحد. طيب لنحصل على إجابة على هذا السؤال سأعود لك سأعطيك فرصة أخرى أستاذ علي عسكري. الجزء بتاع اللاءات. نعم اللاءات الثلاثة. ما أنا لسه ما جاوبتك على اللاءات. اللاءات الثلاثة أفتكر إنه دي خيار عدمي. ما في زول بيرفض التفاوض. طيب. ما في زول بيرفض الشراكة. ما في زول بيرفض كده. بيبقى الخيار شنو؟ الخيار إنه الناس اللي بيقولوا اللاءات الثلاثة ده هم عايزين يفرضوا دكتور يعني يا يعني رأينا نحن. نعم. يا نجود البلد ما تستغير او هكذا يعني. ما فيش انسان عنده حق في البلد دي اكثر من الثاني. نعم. فانت لما تيجي تطلع تقول والله انا لا بتكلم معاك لا كده لا غيره لا اما تقبل بكلامي ده واما الحرب او البلد ما تستغير ده كلام غير مقبول. طيب ده كلام غير مقبول. القضايا بتحل بالتفاوض والناس يقعدوا مع بعض ويحلوها. طيب على عسكري اسمح لي رئيس حزب التحالف الديمقراطي للعداله الاجتماعيه دكتوره مريم الصادق المهدي، بدايه يعني الحديث حول اللاءات الثلاث الذي قاله علي عسكري، وايضا اريد ان اسالك ايضا عن جدوى المبادره، لكن هنالك ايضا اتهامات تلاحق مجموعات. خليني بس على الاثنين ديل عشان ما نتشتت يا حبيب. تريد ان تجاوب عليها اليوم عشان ممكن ثاني. نعم. يعني انا بعتقد انه حالة الخوف والوجل والتوجس
والشعور بالهلع من المجتمع الدولي ده حالة لازمت النظام البائد على أساس أنه هو اعتدى على بني شعبه، وبموجب مبدأ المسؤولية في الحماية أصبح رئيسه ملاحق ومتابع، وبالتالي أصبح يجرم ويخوف المجتمع الدولي. وهذا ليس تبرئة، لأنه المجتمع الدولي عنده أغراض، دي حاجة طبيعية، أي إنسان بيبحث عن مصلحته. نحن في السودان بواقع وعي الثورة وثقة الثورة وثقة الشعب السوداني بنفسه، أصبحنا نتعامل مع المجتمع الدولي بندية وبمسؤولية وبعلم وبمعرفة. ولعل أستاذ عسكوري نفسه من الناس اللي علاقتهم بالمجتمع الدولي، أم يزمننا نحن جميعا الجالسين من الناس اللي بيعلموا كيف المجتمع الدولي في مراحل سابقة في زمن النظام البائد كان في عديد مننا من في سودان المهجر، تم مشوا كلاجئين، بيقوا عندهم مواطنة من دول أخرى زي سيد علي، ونفسه هو كان من المناضلين معانا من الخارج ومن سودان المهجر، وبالتالي عندنا وجود نحن دولي كبير جدا جدا كسودانيين الآن بنعتز بهم، ونحن في قانوننا عندنا الجنسية المزدوجة، وبالتالي هسي الآن بيتكاملوا معانا، وكيف بنتكامل معهم لأنه جلهم في الحقيقة مشوا لأنهم وقفوا بصلابة ضد النظام البائد. بالتالي عقلية التخوف من المجتمع الدولي وعقلية التوجس منه والخوف منه دي من الأشياء التي وأدناها مع النظام البائد. لذلك طلب السودان، حكومة السودان، حكومة الثورة طلبت من الأمم المتحدة التي نحن فيها أعضاء، وكل أعضاء الاتحاد الأفريقي أعضاء في الأمم المتحدة، وبموجب العضوية الأفريقية الموجودة في الأمم المتحدة وافقوا أنه تكون هناك بعثة بموجب البند السابع، الباب السادس عفوا. نحن كنا متعودين على الباب السابع لأننا دوما متهمين كما فصل أستاذ صالح كيف أنه بيقع العدوان والتهديد من النظام البائد. لذلك كان ملاحقتهم وجود النظم المختلفة الموجودة، لو بعثة أنمس أو الآن القرار 1591 اللي بيتابع الأحداث في دارفور، ومؤخرا أستاذ ياسين طلع حقيقة تقرير خطير جدا عما يدور في دارفور وما يدور في السودان وما يدور من سودانيين في دول الجوار، وده اللي حيعمل مشكلة كبيرة وخطيرة جدا. في هذا الإطار نحن طلبنا السودانيين البعثة إنها تجي تساعدنا في حاجتين أساسي، أو لو عدينا السلام حاجة أخرى بيكون عدة أشياء، لكن تساعدنا في الانتقال الديمقراطي وفي العمليات السياسية بموجب البتين، وتساعدنا في مسألة المسائل الاقتصادية. لذلك إحنا في وزارة الخارجية كنا رفضنا جدا جدا أن تتحول البعثة لأنها تكون بتتابع الأحوال في دارفور أو تعمل في الدعم للناس وغيرها اللي هي طريقة النظام البائد. وبالتالي دي بعثة جاية بإرادتنا نحن، وجاية بطلبنا نحن، وجاية لإعانتنا في هذا الأمر. الحقيقة حصلت انتكاسة خطيرة بهذا الانقلاب. بالتالي أنا بفتكر الأخطر ما بيدور إحنا هسي كوننا في برنامج مهم زي ده يا أستاذ ياسين قاعدين نتكلم عن مبادرة فولكر، وهو ما عمل مبادرة ولغاية هذه اللحظة أنا ما عارفة قال شنو لناس أستاذ صالح، ما بكذبه يعني في مقاله، لكن أنا التقيته ثلاث مرات. التقيته كجزء من مجموعة قوى الحرية والتغيير في أول المبادرة، والتقيته من وفد ضمن حزب الأمة، والتقيته بالأمس في 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 ضمن وفد قوى الحرية والتغيير. لا توجد مبادرة، نكون واضحين في المسألة دي. الناس اللي قدموا مبادرة على راسهم ومن أهم المبادرات اللي فيها تفصيل أساسي هي مبادرة حزب الأمة خارج الطريق، ما بنعمل لها نفس العمل ده. دي قضية بتاعتنا نحن، إحنا السودانيين الحقيقة بنهتم بالآخر. نحن السيد البرهان القائد العام للجيش السوداني بيستمع لتوجيهات بتجي من جهة زي إسرائيل مختلف عليها الشعب السوداني، لو ما قلنا رافضة تماما وما بيجلس لنا، ده بينقلب علينا عشان بيفتكر إنه غضبان. دي المشاكل، هي المشاكل. نجي لكلام فولكر، الحقيقة فولكر لأنه بموجب قرار مجلس الأمن 2524 يساعد في العملية السياسية، تم محاولة وقدها لكن تصدى لعملية الوقد الشعب السوداني، وواقف في حراسة الشعب السوداني، عايز يشوف، اسمع لآراء الناس. المرحلة الفاتت دي كلها بيسمع في مشاورات شاملة من كل السودانيين بلا أي تحفظ. أنحنا لذلك بنقول ليه، والآن آن الأوان تقول من هم الذين في يدهم يجب أن يكون القلم، مين اللي يقعدوا الكلام زي اللي تفضل به أستاذ علي. نعم
لازم السودانيين يقعدوا كلهم لبعضهم البعض، دي ما خيار وغير مسموح ولا يجب أن نقبل إنه سوداني يقصى سوداني آخر. لكن لازم نعمل معايير يا أستاذ ياسين. نحن فيما يخص العملية استعادة الشرعية الدستورية للنظام اللي تم الانقلاب عليه حيكون في ناس محددين نعملهم بمعايير محددة. أما فيما يخص شأن بناء الوطن والمشاركة مثلا في المجلس التشريعي والمشاركة في المؤتمر الدستوري اللي بيحدد مستقبل السودان والمشاركات دي لازم تكون مفتوحة لأكبر عدد من الناس. طيب. وده ده كنوع من النظام. نعم. بالتالي أنا ما عايز أتكلم في مبادرة فولكر غير أقول إنه كان بيسمع للناس ويوم قال يوم 10 أو يوم 11 حيطلع تلخيص لما سمعوا من الناس. طيب دكتورة. طيب دكتورة أنا مريم. بس عايز أتكلم بس كلمة بسيطة في اللقاءات الثلاثة. دكتورة مريم يعني. بس في اللقاءات الثلاثة أستاذ ياسين. اللقاءات الثلاثة دي حقيقة عملية طبيعية جدا جدا من هذا الشعب الواعي. عملية طبيعية جدا جدا من هذا الشعب الواعي. ناس تم الانقلاب على ثورتهم تم بيتم قتلهم بيتم الإساءة لهم بشكل نحن الخطابات اللي كنا بنسمعها من اسمهم استراتيجيين وغيره التصغير للوعي السوداني وللإنسان السوداني وللناس اللي بيسمعوا ناس بمستوى والردة اللي حصلت وغيره من الأشياء أيوة والموت اللي بيحصل والاعتقال اللي بلا سبب ده كان لازم لو ما الشعب السوداني أجاب عليها بلا للشراكة ولا للتفاوض ولا للمساؤلة يكون ما ثار لنفسه. لكن أن إحنا بنتكلم في إنه إحنا كسياسيين كيف هذه اللاءات بحق كيف نحولها لقدرة إننا نعمل بها وضع جديد. وبالضرورة زي ما تفضل أستاذ صالح الوثيقة الدستورية بتاعت يوم 25 الوئدت يوم 25 أكتوبر بالتأكيد انتهت. كذلك الكلام اللي ما جاء في يوم 25 أكتوبر وما جاء يوم 21 نوفمبر كذلك موجود. طيب لذلك دكتورة بس يعني أنا المحلة دي الوثيقة الدستورية هي مدخل نعم. مدخل سأعود إليك مدخل عشان أن إحنا نعمل وضع دستوري جديد نتوافق عليه ونستفيد من تجربة تلك الوثيقة التي وأدى الانقلابيون بيدهم بالانقلاب الذي حدث. طيب أيوة. دكتورة مريم الصادق المهدي سأعود إليك. دكتور صالح نعم. يعني لماذا فشلت الأحزاب المؤيدة والداعمة لحراك الشارع الآن في خلق جبهة أو تحالف عريض لإسقاط الانقلاب حتى الآن؟ طيب أستاذ ياسين لو سمحت لي نعم. بس يعني ممكن أقول كلمتين ثلاثة في موضوع اللاءات. نعم طبعا نعم. تفضل. لا مساومة المقصود بها مساومة في دماء الشهداء والجرحى وفي تضحيات الشباب اللي شايفينهم يعني الآن العدد وصل لـ 79 شهيد. نعم. لا مساومة. أفتكر ده يعني زي ما قالت الدكتورة مريم إنه ده من حقي إنه أنا ما أساوم وهي الجرائم بذاتها لا تقبل المساومة لأنها هي كلها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقارب ولا يجوز فيها العفو. إذن ما في مساومة وده كلمة حق ومن حق الشهداء والناجين وزويهم إنه يقولوا لا للمساومة. لا شراكة ما عايزين شراكة مع العساكر من حقنا. نعم. وده من واحدة من القيم السائدة في اليوم إنه نحن ما دارين حكم عسكري لا ولا للشراكة ولا لحكم العسكر. لا تفاوض بشأن العودة لما قبل 25 ولنظام عسكري ديكتاتوري ونكون شركة فيه من حقنا نقول لا. نعم. طيب نجي لحاجة يعني مهمة عشان كده نقول الوصف لهذا الوضع بالعدمي ما أفتكر ما 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 صائب ما سليم وبيستخدموا برا الناس اللي هم ضد الثورة بيقولوا إنه دي اللاءات دي اللاءات عدمية. أفتكر ده فيها نوع من التغليل يعني لتضحيات الشعب ولمواقفه ومن حقهم لأنه الشعب هو مصدر السلطة مش أي جهة تانية وأنا من حقي إنه أقول لا أو نعم لوضع من الأوضاع. طيب في طيب في ظل هذا الانقسام أنت ذكرت بأن مبادرة فولكر نعم. الآن هي ليست الحل في هذه الفترة وذكرت أيضا أن اللاءات الثلاث هي مرفوعة. ذكر أستاذ علي عسكوري بأنكم أيضا ترفضون الجلوس مع الاتحاد الإفريقي باعتباره حل يعني لا. كيف تقيم ذلك؟ بالعكس نحن جلسنا مع ليغات نعم
مع البعثة بتعليقات في المرتين مع البعثة الأولى اللي هم سموها بعثة المقدمة. نعم. ولما جاء السكرتير التنفيذي برضو نحن لقيناه وكان الكلام برضو بنفس الطريقة إنه إذا كان الحلول اللي بيطرحوها هي إقناع أو الحل عن طريق العودة. نعم. للوثيقة الدستورية أو إجراء انتخابات في هذه الظروف إنه دي كلها يعني حلول يعني ممكن نصفها إنها هي ميتة أصلا يعني دي ما عندها مستقبل. وما هو الحل؟ الحل الآتي إنه العساكر يسلموا السلطة للمدنيين، هذا هو الحل. إنه نطلع من المشكلة بتاع الانقلاب. أول شيء الناس اللي عندهم المبادرات سواء كان الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإفريقي فولكر حتى جوترش اللي في يوم من الأيام اتكلم بلغة فيها وصاية على الشعب السوداني ونحن ما قبلنا ورسلنا له خطاب قلنا له لا المبادرات دي كلها في النهاية بتمشي في اتجاه إنه إطالة عمر النظام العسكري في فهمنا سواء كان عن طريق الشراكة سواء كان عن إجراء انتخابات اللي هتنتج نفس النظام العسكري في الظروف دي هم هيجوا راجعين في السلطة ودي مسائل مرصودة ومرفوضة ابتداء نحن ما ضد المجتمع الدولي نحن أعضاء في المجتمع الدولي نحن ما ضد التعاون مع المؤسسات الدولية لأنه نحن ده عصر المؤسسات ولكن أي تدخل في شؤوننا بالصورة شفناها سواء كان من فولكر كان لما حصل التعويم بتاع الجنيه السوداني رحب نفتكر ده تدخل سافر في شأن الداخلي كذلك التدخلات الأخرى اللي نحن شايفينها سواء كان من دول الجوار اللي في النهاية أدت إلى قطع الطريق أمام الثورة وزي حقيقة نرفضها أيضا لكن الشعب السوداني مع شعوب العالم في ما يعني يفيد الشعوب مش الحكومات الشعوب نحن عندنا مصالح مع جيراننا مع العالم كله ولكن التدخل بالشكل اللي احنا شفناه حتى من جوترش لما نوصف انه العودة هو الطريق السليم نحن تعتقدون بانها لن توصل الى حل. دكتور صالح محمود وضيوفي الكرام دعونا نخرج الى هذا الفاصل ومن ثم نعود لنواصل معكم هذه الحلقه من دائره الحدث حول مستقبل البلاد السياسي خيارات المرحله سنعود مجددا. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء في هذه الحلقه من دائره الحدث ورحب مجددا بضيوف الكرام داخل الاستوديو سانتقل اليك استاذ علي عسكوري يعني بدايه يعني هناك سؤال عريض مطروح حول لماذا ذهبت قوى الميثاق الوطني في التحالف مع العسكريين لانجاز ما حدث في 25 من اكتوبر و يعني لماذا ذهبت وايضا اريد ان اسالك عن مبادره الايجاد او الجلوس معها ايضا التي تحدث عنها دكتور صالح محمود ودكتور مريم. انا ما اتحدث عنها. ستتحدثين دكتور مريم. طيب انا الحقيقه لو سمحت لي في دقيقه كده اعلق على كلام اورده دكتور مريم وصالح. الناس هم تحدثوا مريم الدكتوره قالت انه في توجس من المجتمع الدولي من المجتمع الدولي نعم ما في زول عنده توجس نحن لا نخاف من المجتمع الدولي لكن لما تمشي قوة سياسية تمسك في خناق فولكر دو تجيب تقول له لازم تنغمس في قضايانا الداخلية كانت غير مقبول نحن بنتوجس منهم بل موسف انه الكلام ده يجي من دكتورة مريم وهي جدها هو طرد الأجانب من البلد موسف جدا
اكثر ناس المفروض يكونوا واقفين ضد حتى الهون المتحده ذاتها، الهون المتحده ما نادى الشعب السوداني، دعاها رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك حتى بدون مشاوره المكون العسكري، حتى بدون مشاوره الحريه والتغيير. نعم نحن يا دكتور لازم نخط الحاجات في حقائقها، ما دعا الشعب السوداني، الهون المتحده طلب السيد رئيس الوزراء السابق انها تجي بدون مشاوره لا المكون العسكري، وده كان اختراق كبير للوثيقه. كويس الكلام عن الانقلاب والانقلاب. انا زول بطبيعي ما قاعد احب الغطغطه. نعم. وزي ما قالوا زمان الغطغطه انتهى. الانقلاب الحقيقي في السودان ده حصل يوم 8 سبتمبر اللي اتعمل في قاعه الصداره. في فهم عام انه الانقلاب ده لما يكون انقلاب لازم يكون في زول لابس اسبليطه وعنده طبنجه وكده. الكلام ده غلط. حصل انقلاب يوم 8 سبتمبر في قاعه الصداره، وتم طرد كل مكونات الثوره وانفردت بها احزاب لا وزن لها في الشارع، ما عدا حزب الامه. حزب الامه للاسف كان معاون، كان شارك في الانقلاب. نعم كان شارك في الانقلاب اللي حصل في قاعه الصداقه يوم 8 سبتمبر، وجوب المسا قعدوا في التلفزيون قال والله دي القطر قام، اللي عايز يركب يركب، اللي ما عايز يركب القطر فاته. الكلام ده موجود، الناس لو عايزه ترجع له. لذلك الانقلاب ما الناس فاهمين الانقلاب ده لازم يقود زول عنده أنواط ودبابير وكده. في انقلاب مدني، وأنا كتبت الكلام ده يوم 8 سبتمبر في صفحتي في فيسبوك، إنه في انقلاب في الخرطوم عملته أحزاب لا وزن لها. إذا أخذت حزب الأمة، حزب مارس الحكم قبل كده وغيره وغيره، ما في زول بيكابر عليه ويزاود عليه. الأحزاب الثانية الصفرية عملت هذا الانقلاب يوم 8 سبتمبر وألغت بقية الغوث بما فيها حتى لجان المقاومة الأسي، هم جارين وراها فتشوا. نعم. لا وفتشوا الاولاد اللي بيظاهروا ديل، حتى ديل نفسهم الغوم. وجاوب المسا زي ما قلت لك وقالوا في التلفزيون انه القطر قام، اللي عايز يركب يركب، اللي ما عايز القطر فاتوا وكذا، عايزين ينفردوا. نعم. وبالسلطه، وكان في انفراد تام بالسلطه وكذا. طيب اللاءات برضو، يعني انا فهمت من كلام استاذ صالح انه زي نحن بنقول للناس، وما قال الكلام ده لكن كانه في جهه بتقول للناس انه ساوموا بدماء الشهداء. ما فيش حد يقول كده، ما فيش نهائي. نحن مع التحقيق، مع المحاكمات، مع اي زول اجرم يتحاسب، ده موقفنا ومعلن. لكن لما تقول لي انا ما بتفاوض، نحن ما اقول لك تفاوض مع العساكر، تعال تفاوض معنا، نحن قوه سياسيه. احنا ما قلنا لكم نمشي تفاوضوا مع العساكر، قلنا لكم تعالوا تفاوضوا مع، رفضوا ناس المجلس المركزي رفضوا. ولما مشت لهم القائمة قال والله نحن بنقعد مع دكتور جبلير ومع من يعرفكم أنه السيد من حاكم ولاية دارفور، قال ديل بيتفاوض معهم، الباقين تو هيل. نعم الكلام ده موجود ومسجل ومعروف، وهم رافضين انتقاء، هم نصبوا من روحهم ألفا انه هاي بنقبلك انت وبنقبل كده. الاخواننا في الحزب الشيوعي ما جزء من الكلام ده، لكن ده نحن في والميثاق ده كان صراعنا مع ناس الحريه والتغيير المجلس، قالوا اصلوا لو طبقه السماء على الارض. مشينا كلمنا رئيس الوزراء 5 مرات. نعم في اجتماعات رسميه، بل وكيل وزاره الثقافه ومعه مدير التلفزيون الحالي رفضوا حتى تغطيه اخبارنا مع رئيس الوزراء. الكلام ده مشهود عليه ومحضور، وكلمنا رئيس الوزراء في اجتماعات انه يا اخي هؤلاء الناس بيمارسوا ديكتاتوريه، ما بنزلوا اخبارنا نحن مجموعه الميثاق في مجلس الوزراء. ونحن في اجتماع مع رئيس الوزراء اكثر من مره بنضطر نقول للسيد رئيس الوزراء نادي الوحده الاعلاميه تحت تجي تغطي هذا الكلام. الكلام ده مشهود في المحاضر، ويعلم السيد رئيس الوزراء السابق ويعلم الناس اللي كانوا موجود. دي كانت الديكتاتوريه، عشان كده الكلام ده قبل انقلاب يوم 8 سبتمبر، عشان السودانيين ما ينخدعوا انه البرهان عمل انقلاب، لا الانقلاب عملته الغوص. اصلا الانقلابات في السودان قاعده تعمل غوص سياسيه، ما يمشي يلوم الجيش العساكر ساي. الانقلابات اللي حصلت كلها عملتها القوه السياسيه. المشكله اصلا اللي بتتهرب منها القوى السياسيه ما في جيش، المشكله في القوى السياسيه اللي ما قادره تتفق. حريه التغيير هسه اتقسمت كم محله، صح؟ معلش يا مريم، حزب الامه ده يتقسم فيكم مجموعه، بيطلع الرئيس الانتقالي ده بيقول كلام، دكتوره مريم بتقول كلام، السيد مبارك الفاضل بيقول كلام، ما بعرف منو بيقول كلام، يسلموها لمنو؟ خلينا نقول ده الجيش ده اللي انا دارس، يسلمها لمنو؟ ما نكون واضحين، يسلمها لمنو؟ انت دكتور صالح بتقول يسلمها القوى المدنيه، منو القوى المدنيه؟ ما تعمموا الكلام،
قول يا سليمة دكتورة مريم دي مثلا، أو يا سليمة الحزب الشيوعي، أو يا سليمة لكذا، وبيعته حق الجيش يسلمها. جاب الحق ده من وين عشان يسلمك لها الجيش؟ جيش مسؤول من حماية البلد دي. الحماية دي ما معناها يجيب في الحدود، حتى جوه هنا عشان ما تحصل فوضى، لأنه ما تحصل فوضى بتقع في رأس الجيش. طيب الذي قام به البرهان في 25، لذلك اسمح لي، يعني الذي قام به البرهان في 25 من أكتوبر أليس هذا انقلابا؟ لا، نحن في وقت انتظرنا ليس انقلابا، مجلس الأمن نفسه قال ده منقلب. طيب مجلس الأمن دي على السلطة مسؤولة عن الأمن في العالم لم يقول هذا انقلاب. أرجع للوقاية بتاعت مجلس الأمن طيب دقيقة، أصلا إذا كان إذا كان في انقلاب نحن ذاتهم نكون قاعدين هنا. أنا قلت لك الانقلاب حصل يوم 8، الانقلاب الحقيقي، وقلت لك الانقلابات قاعدة تعملها القوة السياسية، لكن القوى السياسية بتمشي وتعمم للمواطنين العاديين. خدت في راسي انه الزول بيعمل انقلاب ده لازم يكون لابس بليطة وكذا وعنده طبنجة، مفهوم كده، لكن الانقلابات كلها حصلت في السودان كلها من 56 الى اليوم كانت عملية القوى السياسية. طيب سأعود اليك، نعم سأعود اليك استاذ علاء، حتى الانقلاب ده قوى سياسية. نعم سأعود اليك دكتور، سأنتقل إلى دكتورة مريم الصادق المهدي. بداية يعني ما قاله علي عسكوري أن الانقلاب حدث في 8 سبتمبر. شوف يا أستاذ ياسين، نعم. حقيقة أنه العملية الانتقالية دي كلها، الفترة الانتقالية دي انتقالات معقدة ما في، نعم. ما في كلام. ولذلك نحن في حزب الأمة كنا الناس اللي أمسكنا العسكريين بيد والمدنيين بيد عشان يصلوا للوثيقة الدستورية، نعم. وتحدثنا إحنا أول ناس في ابريل 2020 بدرجه اننا جمدنا عضويتنا في مجلس الحريه والتغيير، لانه كنا شايفين هذا الاتجاه بيودي في اما فوضى او قبل يسبق انقلاب كما هو حادث اليوم. نعم. وبالتالي الشراكه دي تمت، كانت شراكه بتاعت قسم السلطه ما بين ناس خايفين من بعضهم البعض ومجبورين على بعضهم البعض في ظل وضع معقد. لذلك كنا اقترحنا صياغة مختلفة لشكل المجلس السيادي، لكن ده كله ما قبل الانقلاب. حديث أستاذ علي صحيح، في مشاكل حقيقية كانت في الحرية والتغيير، وخاصة بالإقصاء، وخاصة بعدم قبول الآخر، وخاصة بهيمنة ومشكلة بتاعت إدارة اتخاذ القرار كيف، ده كله كلام صحيح، لكن الديمقراطية ومشاكلها بتعالج بمزيد من الديمقراطية ومزيد من العمل المدني. نعم. حقيقة دخول العسكر ووصايتهم على إنه من هو المدني الذي يستحق والمدني الذي لا يستحق، ده الانقلاب اللي كان بيحصل يوم 8/9. العملوا الناس فهموا منه إنه نوع من التوسيع، نوع من غيره كده، وماشيين، لأنه إحنا في حزب الأمة دي رؤيتنا العقد الاجتماعي الجديد، ودخلنا معهم على هذا الأساس. مشوار 1000 ميل ما بيبدا ما بيتكمل بخطوه واحده. نعم. الخطوه كانت ماشيه في اتجاه صحيح، واعتراف بانه في كل المعاني ذكره استاذ علي، كونه هم كمجموعه كان حاصل عليهم الامر ده انا ما بغلطه، لكن ده ما معناته انه ده كان نهايه المطاف. الناس كانوا ماشيين في الاتجاه الصحيح. لذلك لو كان الانقلاب ده نفسه الفي والغضب والفي والمعاني دي تم قبل يوم 8/9، كان بيكون بالمناسبه فيه جدوى اكثر، لانه كان في انسداد حقيقي في الافق السياسي، بدا الافق السياسي ينفرج. نعم. بالتالي المساله دي مساله مهمه جدا، الانقلاب العسكري هو الانقلاب، لانه الانقلابات المدنيه ممكن يكون فيها هيمنات وفي غيره، زي ما كان حادث في ما في في في, في الفتره الانتقاليه ما كانت بصورة مثالية ولا مرضي عنها، لكن الناس كانوا بينتقدوا في أنفسهم، وكمدنيين ماشيين في الأمر وفي الإصلاح. مشكلة أخواننا العساكر يدخلوا في الأمر بيعمل عدة مشاكل لهم هم وللعملية السياسية وللوطن، بالتالي بيطلعهم من مهامهم الأساسية، وهم ما عندهم وصاية ولا عندهم معرفة بكيف تدار العملية السياسية. الحقيقة ما عندهم، تدريبهم قايم على التعليمات، قايم على الهيكلية المحددة. أنا زولة عسكرية أعتز بعسكريتي، العسكرية في طريقة تربيتها لا تستطيع أن تدير الحياة المدنية، صعب عليها، لكن بتدير الحياة العسكرية وواجباتها بكفاءة عالية جدا جدا، ودي تراكم خبرات آلاف السنين في البشرية. لذلك ما تم يوم 25 أكتوبر هو انقلاب. طيب دعينا نعود إلى حزب الأمة يا دكتور مريم، كده الله يصلح كان حاجة حزب الأمة. نعم. ما تم يوم 25 انقلاب، والغلط لا يبرر بالغلط، والغلط اللي كان موجود هو درب الجمل الغطاء ودرب الفيل بالانقلاب.
بالتالي نقلنا من عملية كنا فيها شرعية وكان عندنا وجود في المجتمع الدولي وعندنا مكاسب اقتصادية ماشية وعندنا وضع في 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 قيادي وعندنا مشاريع ماشية. نحن عملنا موسم زراعي للقطن غير مسبوق من 50 سنة. الآن كله ذهب أدراج الرياح، الموسم الشتوي مش أدراج الرياح زي ما قال أستاذ صالح. إحنا ماشيين للأسف لوضع بيهدد بمجاعة. طيب لذلك لازم نعترف بالإنقلاب، ما نعترف به عشان نوصف. إحنا الحالة الوصفية دي هي اللي جابتنا للقصة دي. كان وصفت القوى السياسية ليوم الدين وقلت فاشل، دي القوى السياسية السودانية لازم تقوم تشيل مسؤوليتها. ديل شبابنا اللي بيفتدوا هذا الأمر، ديل النساء الراسخات، ده الجيش اللي عنده وجود، ديل مواطنين سودانيين يجب الآن نقعد مع بعض. قصة زول الثاني يجرم ويقول له وإنت عمير وإنت وغيره، يعلم أستاذ علي الوثيقة الأولى الخطاب الأول وداه دكتور علي من غير إذن القوى السياسية ومن غير الجيش تم تمزيقه، يتمزق. نحن في حزب الأمة وقفنا على تمزيقه، وكتب الثاني الرضط عنه القوى السياسية بما فيه حزب الأمة بما فيه قوى الحرية والتغيير وجابت يونيت أمس. المسألة دي سيادتنا في إننا بنقيف بمون عارفين ولا مخدوعين ولا خايفين ولا غيره. الطريقة اللي بتتم الآن دي بتاعت وجل وخوف، ونفس الأستاذ علي بيتكلم عن مجلس الأمن في شكل مصيبة وهسي بيرجعوا كمرجعية. طيب أنا عايزة أقول دكتورة مريم، معليش يا حبيب، نعم اسمح لي عن الإيجاد، بدي أكزمن، نعم تكلم عن الإيجاد. طيب لكن هنالك اتهامات، اسمح لي دكتورة مريم، هنالك اتهامات تلاحق حزب الأمة. تحدث لي فقط حول هذه النقطة الآن، سنعود إلى الإيجاد، سنعود إلى الإيجاد دكتورة مريم. اسمح لي، نعم أنا جيت هنا عشان أساعد في تنوير الوعي السوداني ونحن نعمل على ذلك دكتورة مريم. اتهامات، محاولات بتاعت انه سيد لواء المكلف وغيره، احنا صوتنا واحد وكلامنا واحد وقلناه في كل الساحات. لو هو محل حزب الامه محاسبته حتكون يوم الانتخابات، الانتخابات اللي حتجي بحق في وقتها باساليبه، لكن محاولات ذر الرماد على العيون ويتكلم عن سيد مبارك الفاضل اللي هم معانا في الحزب ذاته يمكن بينتمي لهم في. طيب هنالك يعني يقابل حزب الأمة، أنا عايز أقول حزب الأمة عنده موقفين، يعني بيقول كده عنده موقف واحد. لا 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 لا، ما رأيك في هذا؟ يقول بأن أن رئيس الحزب فضل الله بور مناصر يطرح موقف مخالف للمكتب السياسي، لا يطرح في فترة ما افتكر أنه بما يقوم به في مسؤولية وطنية كاملة أنه بيساعد على تهيئة الأوضاع عشان يرتد الانقلاب. نعم، وللأسف ما أفلح. يا رجع لما المجهود اللي قام به في 21 نوفمبر اللي هو كان في تهيئة الأوضاع ومش في الصياغة، الصياغة قاموا بها مبادرين سودانيين نحترمهم ونعتز بدورهم ونعتز بكل الأفكار الأجاد، ما وافق عليها الشعب السوداني، ما وافق عليها المكتب السياسي بتاع حزب الأمة. الآن حزب الأمة بعد المرحلة دي مشى لمرحلة تانية، عمل خارطة الطريق. أنت يا أستاذ ياسين قريت خارطة الطريق؟ تعرف حاجة عن خارطة الطريق بتاعتنا؟ خارطة الطريق هذه التي طرحتموها يعني تفصيل سأتيح لك. لا لا معلش، أنا ما عايز أقول لك أنتوا. قال لي واحد من المعلمانين السودانيين قال لي أنتوا ليه بتمشوا للإعلام العربي مثلا وغيره وما بتجونا؟ لأنه أنحنا لغاية هسي، وده كلام أنحنا خاتينه في خارطة الطريق يا أستاذ ياسين، ما لم إعلامنا السوداني يصدق أنه هو شريك حقيقي في هذه المرحلة ويشوف يعمل كيفين يتيح مجالات للرؤى السودانية تلتقي. نحن كان على الصراع مصارعين الآن هسي يا هندي متهمين بعض، كل زول ما بيعجبه كلام الثاني بيتهمه بالعمالة، أي زول متدخل فينا. إسرائيل بتجي تنصح لكم، إسرائيل بتجي تنصح لقياداتكم وبيتم الاستجابة لها. لما جهات أخرى هي اللي بيتكلموا معها المسؤولين بالسر بالجهر بغيره وما بتسمع، ما يسمعوا لبعض. نحن أسوأ من الموت اللي بيحصل في دارفور هسي، الفتنة الحاصلة في دارفور، تابعتوا الحاصل في الفاشل، تابعتوا هسي الموت اللي حصل في 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 التلاميذنا اللي انتقلوا في هم بيشتغلوا عشان يلقوا قروش. نحن يا جماعة حقيقة فكرة إنه الناس يحاولوا ينتصروا على بعض بانتصارات في الإعلام وغيره، والإعلام يكون عايز يطلع المتناقضات، انت عارف هسي المفروض يكون شنو قدرتكم في انكم تطلعوا المشتركات.
مشتركات الليلة في الشعب السوداني كله. دكتورة مريم، يعني نحن طرحنا الآن هذه الحلقة تحت عنوان مستقبل البلاد السياسي وخيارات المرحلة، لنوصل الناس إلى مراحل حلول. سأعود إليك دكتورة مريم، اسمحي لي مستقبل البلاد قائم نعم. على أساس من الاحترام نعم. قائم على أساس من كل زول يقوم بدوره نعم. نعم. قائم على أنه نحترم حزب الأمة نعم. هو مش غير أكبر الأحزاب، على الاحترام المتبادل بين الجميع. أيوة. طيب سأعود إليك دكتورة مريم الصادقة، ما هذه يعني نضيق للشعب السوداني. نعم، هذه الحلقة انتهت. أستاذ صالح، يعني سأختم معك هذه الحلقة، يعني لماذا يعني يتعنت الحزب الشيوعي في الجلوس مع الحرية والتغيير بغرض التنسيق لإسقاط الانقلاب، وما هي الحلول المطروحة من طرفكم لخلق تحالف يقود إلى إسقاط الانقلاب في 3 دقائق لضيق الزمن وانتهاء هذه الحلقة؟ شكرا جزيلا. يعني كويس أنه توصلنا أنه ده انقلاب و لا ما توصلنا طبعا أستاذ علي ده انقلاب نعم في هو عناد ولا هو اسمه عليه؟ اسمح له أن يواصل هذا الحوار. نعم، لأنه في 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 قمة ال في قمة القمة الإفريقية. نعم دكتورة مريم، لو سمحت، القمة الإفريقية في أديس أبابا قبل يومين لم يعني يحضر دكتورة مريم، لم يحضر السودان مالي وبوركينا فاسو نعم بسبب الانقلاب، لأنه سموه انقلابات دول نعم. وقعت فيها الانقلابات. صحيح، ده موقف محترم من الاتحاد الأفريقي. دكتور مريم دعيه يكمل نقطته. نعم فأعتقد أنه العالم يتفهم أنه هذا انقلاب، رغم الشروحات اللي قدمها أستاذ علي عسكوري، لكن هو ده انقلاب حقيقي. اثنين، ما في شك أنه في ديكتاتوريات مدنية، ما في شك في ده، وما في شك أنه في فترة ما حكومة دكتور حمدوك في المرتين يعني مثل واجهة زائفة لحكم مدني، بينما الحكم كان حكم عسكري. دي كلها شواهد قدامنا. نعم، نحن ما يتعنتنا في يعني انه نقعد او نجلس مع القوى السياسية. بعجالة شديدة الحزب الشيوعي كان من المساهمين في بناء تحالفات واسعة في تاريخ السودان السياسي. يعني كان اخر التحالفات التحالف الوطني ناشونال ام دي اي ديموكراتيك ام دي اي اللي هو تجمع الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي، ساهمنا مع الاخرين في اذا لا ترفضون الجلوس مع قوى الحريه والتغيير. دقيقه، قوى الاجماع نعم، ايضا ساهمنا مع حلفانا في خلق قوى الحريه والتغيير، كنا في قلب هذه مبادرات. ولكن بالتجربة اللي شاهدناها الآن، موقف الحزب الشيوعي بسيط جدا. الحزب الشيوعي يقابل كل القوى السياسية ما عدا المؤتمر الوطني، ده في قرارات اللجنة المركزية. ولكن ما حنقابل، ما حنقعد مع القوى السياسية في شكل كتل في الفترة كما كان يحدث بعد الثورة. هنلاقي القوى السياسية منفردة عشان نشوف المشتركات ونقاط الخلاف بيناتنا. في قوى سياسية بيناتنا رغم انه ما قعدنا، لكن اتبادلنا الوثائق. عندنا وثيقة حزب الأمة درسناها، واعتقد انه ردينا عليها. هل ستشكلون تحالفا بعد الجلوس بعد مع القوى السياسية بعد ما تتم المشاورات وتبادل الأفكار والملاحظات؟ نعم، الهدف انه في نهاية الامر انه ما يمكن الاتفاق عليه ونتفق، ما يمكن نقاط الخلاف نعم. نسعى لتقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية نعم. نعم. وبالتالي لحد هذه المرحلة حزب الشيوعي متمسك برأيه في انه ما حنقعد مع كتل نعم، حنقعد مع قوى سياسية منفردة. شكرا جزيلا لك عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي دكتور صالح، وعضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات الخارجية. مرحبا بك، مرحبا بك، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا جزيلا علي عسكوري رئيس حزب التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم في هذه الحلقة. دكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي، شكرا لحضورك معنا اليوم في هذه الحلقة. كما أشكركم أيضا مشاهدينا الأعزاء لمتابعة هذه الحلقة من دائرة الحديث والتي خصصنا للحديث حول مستقبل البلاد السياسي خيارات المرحلة. تحياتي وفريق العمل إلى لكم.